أنا محمد حكمة ملحم من وادي القصب، تابعين العرعرة، بس بيقولوا لي حميدو، يعني مشهور بحميدو مش بمحمد. أنا بشتغل بمصنع بكيبوتس مجال مفعل التفيم، بشتغل لغاية صار لي أخر شوي بطبق السنة، يعني ما تعلمتش، ما أخذتش بقروش عليهم، دخلت المدرسة لأنه أنا شايف يعني أنا عندي مشكلة إني أفتح كتاب وأقعد أقرأ، مش حاب التعليم يعني. أما بعد الشغل واللي شفته يعني الواحد منيح إنه يتعلم، وفي يعني في إمكانية كبيرة يعني لحد هسه أنا قاعد بفكر أرجع آخذ بقروش أرجع التعليم. ناوي إن شاء الله. أنا بحب بعرعرة لأنهم أهل بلدي وكلياتنا وأنا أصحاب وحبايب وقرايب، مفرقش حدا عن الثاني يعني، كلياتنا يد واحدة والحمد لله يعني فيش مشاكل يعني. لما يبقى عندي وقت فضاوي بطلع إذا نبكى يعني الشلة ملتمة، في شوي بدم يعني إنه السباقات والسيارات وهاي الشغلات، نعمل شوية مروتسين بين بعضنا على الشارع. أنا أهلي الحمد لله مبسوطين مني، لا هم مقصرين فيه ولا أنا مقصر فيه، وكل شيء يعني أبوي بتمنى راح أعمل له إياه. أنا إن شاء الله راح أفتح عيسك أنا وأخوي، نقعد فيه أنا وأخوي يعني بتحوم السيارات.